خلونا نروح سريعا لبورسعيد وزميلنا محمد سليمان نطمن على طبيعة الأوضاع. بصبح عليك يا محمد كده وتطمننا وتقول لنا إيه الأخبار سواء ساعات ما قبل فتح يعني أبواب الانتخابات قصاد السادة الناخبين أو حتى سير العملية حتى اللحظة. احنا بنتكلم على ساعة فقط هي اللي مرت من بدء فتح اللجان أمام جمهور الناخبين. صباح الخير هشام. صباح النور. صباح على كل مشاهدي. صباح على كل مشاهدي في مصر في كل مكان. خليني هشام اقول لك ان احنا هنا في محافظه بورسعيد كان في استعدادات مطلوب اليوم يعني اللي هو اول يوم النهارده لعباده مواطني مصر بشكل عام ومواطني محافظه بورسعيد باصواتهم في انتخابات مجلس محافظه بورسعيد استعدت بشكل يعني جيد جدا في تطهير وتعطير شديد كمان على مصر بشكل عام وعلى الانتخابات. تطهير وتعقيم لكل اللجان والاستعداد في النقطه دي كان نقطه مهمه جدا. شايفين هنا من خلال برضه وزاره الداخليه وايضا من الطب الوقائي توزيع بعض من او مش بعض هو توزيع الكمامات وتوزيع الادوات الوقائيه على الناخبين اثناء الادلاء باصواتهم. ده شيء مهم جدا الناس اخذ بالها منه هنا في محافظه بورسعيد وكمان امام معظم اللجان في محافظه. احنا عارفين ان بورسعيد كلها دايره واحده، الدايره دي فيها مقعد فردي ومقعد للقائمه. التزام كمان هنا في محافظه بورسعيد كان واضح جدا بشكل عام للصمت الانتخابي، ده كان مهم جدا للمواطنين في بورسعيد عشان نوصل ليومين ادلاء بالاصوات وتصويت المواطنين. يمكن انا عايز اقول لك يا شباب احنا عشان النهارده يومين عمل، يمكن في بدايه اليوم ممكن تشوف يعني عدم كثافات في بداية اليوم. احنا هنا معظم او اغلب بورسعيد كلها في الوظائف الحكومية او في منطقة الاستثمار منطقة المصانع. اعتقد ان احنا يعني بعد ساعات العصر او باقترابنا من ساعات المغرب هيكون الوضع مختلف تماما في محافظة بورسعيد من حيث الكثافات في التواجد امام اللجان. كمان هنا عايز اقول لك ان هنا وزارة الداخلية كمان يعني في فكرة تأمين محيط اللجان، ده شيء مهم جدا يعني عدم وجود اي من السيارات امام او في حرم اللجنه بشكل عام. ده كان من كمان من قبلها بيومين وده كان مهم جدا هنا في محافظه بورسعيد. محافظه بورسعيد فيها 98 لجنه رئيسيه، بنتكلم على عدد من اللي يحق لهم التصويت او عدد الناخبين داخلين في اكثر من نص مليون مواطن. بنتكلم اصلا في تعداد محافظه بورسعيد على 7 احياء فيها كثافات مختلفه، سواء لو اتكلمنا عن حي الزهور او حي المناخ او حي العرب، دول من اكثر الكثافات اللي موجوده في الكتل التصويتيه. كمان بنتكلم على فكره ان التواجد من كل يعني الجهات المنوط بها سواء الداخليه او سواء الطب الوقائي او سواء كمان بعض من المتطوعين اللي بيساعدوا الناس في دخول اللجان. اعتقد ان احنا ده في اول يوم مشهد جيد بشكل كبير لانتظام عمليه انتخابيه في يوم او بيوم مختلف في وقت وجود فيروس كورونا. نعم يا رب يا